احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم المحاضرة رقم 10، هنبدأ نتكلم فيها الأولا على chapter 6 ألا وهو الأكسسوارز الملحقة. الشابتر دوت عندنا في الكتاب بتاعنا المطالبين من صفحة 207 لصفحة 216 ومن صفحة 237 إلى صفحة 242. مبدئيا كده أول حاجة نقدر نلخص بقى الكورس بتاعنا بما اننا خلاص داخلين على اخر اجزاء فيه، ان الاليمنتس بتاعت الهيدروليك سيستم بنقدر نقسمها الى اتنين بيزك كاتيجوريز. اول حاجه البيزك اليمنتس، المقصود بالبيزك اليمنتس هي العناصر الاساسيه، وهي تشمل البامبس او المضخات، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في تشابتر 4. هي الاليمنتس المسؤوله عن تحويل الميكانيكال باور الى هيدروليك باور، وعندنا البايب لاين او ترانسميشن لاينز، دي الاليمنتس اللي بتعمل ترانسميتنج للهيدروليك باور، واتكلمنا عنها برضو بالتفصيل في تشابتر 2، اتكلمنا عن الفيتنجز بتاعتها في تشابتر 3. العنصر الثالث من العناصر الاساسيه هي الفالفز الصمامات، وهي العناصر اللي بتتحكم في الهيدروليك باور، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في تشابتر 5. والسيلندرز اند موتورز اللي بنقول عليها الاكتويترز، دي الاليمنتس اللي بتعمل كونفرتنج لهيدروليك باور لميكانيكال باور، ودي لسه هنتكلم عنها في تشابتر 7. يبقى في البيسك اليمنتس عندنا لو احنا قسمناهم لاربع حاجات اساسيه، احنا خلاص خلصنا منهم ثلاثه، فاضل لنا السيلندرز والموتورز والاكتويترز، فدولت هيبقى في تشابتر 7 لسه التشابتر الجاي. اما في عناصر ثانيه في الهيدروليك سيستم بنسميها الاكسسوارز او الملحقات، ودي بتشمل ايه؟ اول حاجه التانكس. التانك يا جماعه مش مجرد كونتينر بيحتوي على الريكوايرد فوليوم من الهيدروليك ليكويد فقط لا غير، لا ده بيبقى ليه ديزاين، والديزاين مخصوص بتتعمل فيه حاجه اسمها وارد في التانك، يعني ما بيبقاش مجرد كده هو تجويف مستطيل او مربع او اي كان شكله فاضي، لا بتتلحم فيه بليدز في النص عشان تخلي الزيت ياخد مسارات اب اند داون، بحيث ان انا اعمل ترسيبات دايما للكورس بارتكلز. ليه طريقه وليه قصه كبيره طبعا، بس دوت مش محور دراستنا خالص ولا هنتكلم عنه، لان كده الكورس هيكبر زياده عن اللزوم وهيعوز وقت اطول في الدراسه بتاعته. وعندنا في كولرز والهيترز، دي بتبقى اليمنتس احيانا بتتركب في الهيدروليك سيستمز بتاعتنا لو كانت الاوبريتنج كونديشنز شغال السيستم بتاعنا في مكان درجه الحراره بتاعته مرتفعه زياده عن اللزوم، فبالتالي انا محتاج احط كولرز او مبردات عشان ابرد درجه الفلويد او درجه الزيت. والعكس لو كنا شغالين في اماكن درجه الحراره فيها منخفضه زياده عن اللزوم، فبحتاج ان انا اعمل انستولينج او اركب هيترز عشان ابدا اسخن الزيت علشان ما يحصلش ليه فريزنج او يتجمد وياثر على البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي. وبرده ديت حاجه مش هنتكلم عنها لانها بعيده شويه عن مجال الكورس بتاعنا. العنصر الثالث اللي بيبقى في الملحقات هو الفلترز، والفلترز ديت دي الريكوايرد علشان اعمل كنترول للكونتمنتس او للشوائب اللي انا ممكن ادخلها او اسمح اني ادخلها في السيستم. هو انا بسمح اني ادخل شوائب في السيستم؟ اه، ما هو الفلتر ده مصفى، المصفى ليها جرين سايز معين او حجم معين، لو في شوائب اصغر من الحجم ده هتدخل، بس لو الشوائب صغيره جدا ممكن ما تضرليش السيستم بتاعي. وبرده احنا مش هنتكلم على الفلترز، والفلترز دي انواع كتيره جدا وليها اسس كتير جدا في اختياراتها وحساباتها، برده مش هنتكلم عليها. عندنا المونيتورنج اليمنتس زي البريشر جيج، الثرمومترز لو هتحط ترمومتر، لو الفلو ميترز الديفايس اللي بتقيس الفلو ريت، برضه ديت مش هنتكلم عليها. اما اخر حاجه في الاكسسوارز وهي الانرجي ستورج اليمنتس، وتحديدا ما يخص الاكيوميليتور، وهي دي اللي احنا هنتكلم عليها في التشابتر ده تحديدا. يبقى تشابتر 6 الاكسسوارز احنا هنتكلم في الجزء الخاص بالانرجي ستورج اليمنتس الا وهو الاكيوميليتور. يعني ايه اكيوميليتور؟ ايه المقصود بالاكيوميليتور؟ الاكيوميليتور دي ديفايس بتالاو الهيدروليك سيستم انه يعمل ستورنج للاويل اندر بريشر لاكستندد بيريود اوف تايم. يعني ديت ديفايس بيبقى شكلها في الغالب بالشكل الرسمه الواضحه قدامنا ديت، تسمح للهيدروليك سيستم ان احنا نخزن زيت جواها لفترة معينة، والزيت ده بيكون under pressure، ده ما بيبقاش زي التانك كده هو حاطط فيه زيت وخلاص، لا أنا بحط الزيت هنا هوت under pressure. أنواع الهيدروليك accumulators، في أنواع basic ثابتة
اول نوع عندنا الويت لودد، زي ما انت شايف كده. ده عباره عن ايه؟ ده تقريبا هيدروليك سلندر. في الشكل بتاعنا دي عباره عن هيدروليك سلندر بس ليها 1 بورت، فتحه واحده بس. والهيدروليك سلندر ديت لودد بمجموعه من الويتس، في ويتس محطوطه عليه، بحيث ان الويتس دي بتابلاي بريشر على البيستون ده، فبيبقى في عندي الغرفه دي او التشامبر دي بتبقى اول ذا تايم الليكويد اللي جواها اندر بريشر بتاثير الويتس والاريا بتاعت البيستون ده. ده نوع هنقدر نقول انه نادر الاستخدام، مش مستخدم بكثره، قليل جدا. في اغلب الاحوال لو حد اشتغل في المجال ده مش هيتكعبل او هيصادف النوع ده. النوع الثاني السبرينج لودد، انا بستعيد عن الويتس اللي محطوطه ديت اني بحط سبرينج بستيفنس معينه هو اللي بيابلاي فورس على البيستون بتاعنا في الاريا اللي موجوده هنا اهوت، فتبدا تخلي لي الليكويد اللي بيتخزن جوه مينتيننج اندر بريشر. الكاتيجوري الثالث عندنا او النوع الثالث هو الجاز تشارجد، وده الموست كومنلي يوزد، ده اكتر نوع من الانواع اللي بتبقى شغاله في الهيدروليك سيستمز اللي انا بستخدم اكيوميليتور بس بيبقى جاز تشارجد، يعني مشحون بالغاز. اول نوع عندنا بيبقى البلادر تايب، ده عباره زي ما انت شايف كده اهوت، ده ريجيد كونتينر وفي جواه بلادر او اللي بيقولوا عليها بالونه، والفراغ دوت اللي بيبدا السائل يدخل جواه. البالونه ديت لما بتبقى انت نافخها بتبقى ريست او مرتاحه على الانر سيرفيس بتاع الجسم اوف ذا اكيوميليتور، بتاع الاكيوميليتور نفسه. لما بيبدا الليكويد يدخل هنا اهوت يبدا يضغط على البلاتر دي، حجمها يصغر شويه وتمنتين الاويل او الليكويد اللي داخل ده. النوع الثاني في الجاز تشارجد هو الممبرين، اللي انا بيبقى عندي ان هو فيه ممبرين فاصل، بيبقى الهاوسنج او الجسم نفسه جزئين بيبقوا ويلدد ملحومين مع بعض. والبالونه ديت في النوع دوت بتبقى صعبه شويه او احيانا كثيرا ما بقدرش اغيرها. النوع الثالث البيستون تايب، ان بيبقى عندي حاجه شبه الهيدروليك سلندر بيبقى فيها بيستون في غرفتين، الغرفه اللي فوق هي اللي بتبقى مليانه بالغاز بتاعنا اللي بيبقى اندر بريشر يضغط على البيستون الى اسفل، والفتحه اللي من تحت ديت هي اللي بيبدا الليكويد يدخل جوه الفوليوم بتاع التشامبر دي عشان يبدا يملاها وياثر على البيستون يطلع لفوق، فالغاز ينضغط اكتر يبقى بياثر على السائل اللي هنا all the time ببريشر. ايه استخدامات دكتور لو سمحت؟ فندم انا اسف حضرتك، ممكن تعيد تعريف الاكيوميليتور تاني؟ هو المفروض ان هو مجمع ولا ايه حضرتك؟ عشان كنت لسه جاي يعني. تعريف الاكيوميليتور بس. هو يا باشمهندس يعني انت فصلت لنا في المحاضره، انت داخل متاخر، كنت ممكن تقدر تبقى تتفرج على الريكورد بتاعها بعد كده. انا اسف والله. طيب عامه سريعا، الاكيوميليتور دي ديفايس بتقلاو الهيدروليك سيستم انه يخزن زيت اندر بريشر لفتره معينه من الزمن. وبعدين اتكلمنا على الانواع بتاعته المختلفه، قلنا عندنا سبرينج لودد ويت لودد وسبرينج لودد، وعندنا جاز تشارجد، والجاز تشارجد في منه ثلاث انواع. شكرا لك يا دكتور. الابلكيشن بتاعت الهيدروليك اكيوميليتورز يا جماعه، استخدامات او الابلكيشنز المختلفه للاكيوميليتورز نقدر نلخصها ان احنا في عندنا 10 استخدامات اساسيه. اول حاجه ريزيرف سورس اوف انرجي، هي مخزن للانرجي. تاني حاجه هي بتعمل compensating of short large flow demand علشان اريديوس البامب سايز والدرايفنج باور، بتعمل بامب unloading وبتعمل reducing the response time of actuators placed at long distance from the pump. الاربع حاجات دولت سب كاتيجوري من الانرجي ستورج، بس احنا نقدر نفصصهم نقط منفصله لوحدها. يعني اقدر اقول رقم واحد reserve source of energy، رقم 2 compensating element، رقم 3 pump unloading، وهكذا. فيبقى الـ A والـ B والـ C والـ D دولت category من الـ energy storage. فاحنا بيبقى في عندنا أربع استخدامات أساسية في الـ energy storage. الرقم 2 أو اللي هي تعتبر بقى رقم 5 maintaining constant pressure و compensation للـ leakage losses، و بتشتغل انها تعمل كثيرمال كومبنسيتور
وسموثينج للبريشر والفلو بالسيشن، وبتستخدم كلود سسبنشن في اللود ترانسبورتنج فيكلز، وابسوربشن للهيدروليك تشوكس، واخيرا هيدروليك سبرينج في الكار سسبنشن. كده دول حضرتك دول 10 استخدامات، دول مش 7. قلت لك العشرة دول جم منين؟ ان النقطة الاولانية رقم 1 جواها 4 نقط، وادي 6 عليهم، فاحنا عندنا 10 استخدامات اساسية للاكيوميليتور. هنتكلم كده سريعا ايه كل استخدام من دولت بيعمل ايه. اول حاجة لو حبينا نتكلم على الكومبنسيشن بتاع الشورت ديوريشن لارج فلو ديماندز، ايه المقصود بالموضوع دوت؟ احنا الاكيوميليتور نقدر نستخدمه لو انا عندي سيستم، السيستم ده بيشتغل في سايكلز. يعني ايه بيشتغل في سايكلز؟ يعني لو انا عندي تشارت بالمنظر دوت، الفلو ريت الريكوايرد او اللي السيستم محتاجه اوفر تايم مع الوقت. ولو انا قلت لك ان السيستم بتاعي سي ده الهيدروليك سيركت بتاعته، حاجه بالشكل البسيط ده، بامب ريليف دايركشنال كنترول فالف، وعندنا نوت ثروتل وتشيك فالف وهيدروليك سلندر. السلندرز دي بتعمل اكستنشن وبتعمل ريتراكشن، بس سايكليك لود، يعني هي مش عماله تعمل اكستنشن وريتراكشن اول ذا تايم في خلال شغل السيستم بتاعي، لا ده هي بتشتغل تفرد مثلا وتفضل فارده فتره معينه من الزمن، بعد كده تبدا تعمل ريتراكشن، وبعد ما تعمل ريتراكشن توصل للاند بوزيشن تفضل ثابتة برضو فترة معينة من الزمن، بعد كده ترجع تعمل extension تاني وهكذا. يعني هي مش قاعدة عمالة تعمل extension retraction all the time، لا هي بتعمل extension وتستنى شوية، بعد كده تعمل retraction وتستنى شوية. لو احنا مثلا كان السيستم بتاعنا بيوبريت بالمنظر ده، اللي انا من الثانية 0 لحد الثانية 5 السكيل اللي تحت ده بالسكندز، بحتاج تقريبا 0.09 لتر بير سكند. هي مش 0.1، 0.09 حاجه صغيره كده، اعتبرها 0.1 لتر بير سكند. بفضل احتاج الكميه دي لمده 5 ثواني. بعد كده من الثانيه الخامسه للثانيه العشره مفيش اي ديماند اوف فلو، انا مش محتاج اي فلو. من اول الثانيه العشره لحد الثانيه العشرين انا بحتاج مثلا 0.6 لتر بير سكند. بعد كده بتوقف من الثانية 20 لحد الثانية 35، ما بحتاجش أي فلو. من الثانية 35 للثانية 45 بحتاج 0.6 لتر بير سكند. لو أنا قلت لك يا باشمهندس اعمل لي كالكوليشنز واختار لي البمب المناسبة علشان أشتغل على السيستم ده، أنت في الحالة ديت هتقول إن الريكوايرد بمب، هتشوف الماكسيمم فلو ريت عندنا قد إيه. احنا الماكسيمم من هو 0.6، فتقول يبقى انا محتاج البامب تديني فلو ريت 0.6 لتر بير سكند او 36 لتر بير مينت. يبقى ده الحجم بتاع البامب اللي انت محتاجها تستخدمها. السؤال هنا، الفتره دي اللي انا ما بستخدمش فيها البامب، البامب شغاله بتسحب من التانك وهتبدا تخرج وترجع من خلال الريليف الى السيستم، فيبقى البامب دلوقتي انا محمل عليها وشغالها وبقصر عمرها وعمال اتخرج فلو ريت انا مش محتاجه في الفتره دي وفي الفتره دي، ومن اول الثانيه 45 لحد الثانيه 60 برضو انا مش محتاج. خد بالك ان السايكل دي بترجع تريبيت تاني في الدقيقه الثانيه، يعني اذا كانت ديت اول دقيقه اللي هي من الثانيه 0 للثانيه 60، فاحنا عندنا من الثانيه 60 لحد الثانيه 120 دي سايكل تانية وهكذا، والموضوع ده عمال يريبيت معايا. يبقى في خلال الفترة دي كلها أنا مش محتاج فلو، والفترة دي كلها أنا مش محتاج فلو، والفترة دي كلها برضو أنا مش محتاج فلو. طيب السؤال هنا، السايكل بتاعتي اللي هي 60 سكند اللي هي الوان مينت دي، محتاج أنا كمية زيت قد إيه؟ تعالوا كده نحسبها. لو أنا خدت الأريا بتاعت الديماند ده اللي انا شفت انا محتاج لمده 5 ثواني محتاج 0.1 او 0.09 لتر، بعد كده لمده 10 ثواني محتاج 0.6 لتر، وبعد كده لمده 10 ثواني تانيين محتاج 0.6 لتر. يعني
لو انا حبيت احط اكيميليتور في السيركت بتاعتي، استخدم اكيميليتور، هبدأ اشوف الاكيميليتور ده هيوفر لي ايه، او ايه الميزة اللي انا هستفيد بيها في حتة الكومبنسيشن بتاعت اللارج فلو ديماند اللي احنا بنتكلم عليها تحديدا. انا بتكلم على الاستخدام ده. فانا هحسب، هقول ان التوتال فوليوم اوف اويل ريكوايرد ديورينج وان سايكل، دي وان سايكل اجمالي حجم الزيت اللي بحتاجه فيها 0.09 اللي هو الحجم ده مضروب في 5 ثواني، وعندنا 0.6 مضروبه في 10 ثواني، و 0.06 مضروبه برضو في 10 ثواني، يطلع لنا احنا محتاجين 12.45 لتر. الكلام ده انا محتاجه في 1 سايكل، دي سايكل زي ما اتفقنا. يعني انا اقدر في الحاله ديت اني اقول انا محتاج بامب، البامب تشتغل تديني 12.45 لتر بير مينت على 60 ثانيه، انا محتاج بامب تديني 0.2 لتر بير سكند. بس في الحالة ديت البامب نزلت بالحجم بتاعها من 36 ل 12، يبقى البامب بتاعتي هتديني فلوريد كونستانت مقداره 12 لتر بير مينت في الفترة اللي هي من 0 الى 5. حضرتك بتستهلك تقريبا 0.1 تقريبا، انما البامب بتدي لك 0.2 تقريبا. يبقى ال 0.1 الفرق الزيادة دوت في الخمس ثواني الاكيوميليتور يبدأ يعملهم ستور او يخزنهم. بعد كده الخمس ثواني التانيين حضرتك البامب بتشغالة وعمالة تضخ زيت، الاكيوميليتور عمال يخزن الزيت ده لمدة 5 ثواني في 0.2 لتر. بعد كده العشر ثواني اللي بعدهم يبدأ البامب بتديني 0.2 لكن الديماند 0.4 زيادة، الديماند 0.6 فانا عندي 0.4 زيادة. الزيادة دي هتبدا تيجي منين؟ الاكيوميليتور ده يبدا يعوض الزيادة دي. فالاكيوميليتور يبدا يضخ للسيستم بلس ال 0.2 بتاعت البامب، فبالتالي ابقى انا كده ضمنت ان في كونستانت ديماند اوف فلو واصل للسلندر بتاعتي. بعد كده من الثانية 20 للثانية 35 أنا السيستم بتاعي مش محتاج أي زيت، فالأكيوميليتور بيستور أو بيخزن كمية الزيت دي كلها في الفترة دي. بعد كده من الثانية 35 للثانية 45 الفرق ده الأكيوميليتور يبدأ يعوضه، من الثانية 45 للثانية 60 الفترة دي كلها الأكيوميليتور عمال يخزن في الزيت. وبالتالي انا الاكيوميليتور دلوقتي فادني كاستخدام او كابليكيشن، اللي انا قدرت اصغر حجم البامب بتاعتي. ما اجيبش بامب كبيره غاليه، اجيب بامب اصغر شويه وبتكون ارخص. طب دكتور معلش السلايد اللي قبليه. تمام، هو هنا الحته اللي هي بتاعت التحضير اللي هي 0.09 دي اللي في الاول خالص دي، معلش هي يعني بتحصل، يعني بيحصل ايه علشان تبقى كده؟ انت عايز السلندر ديت هتكستند، بس هتكستند مسافه معينه وبعد كده هتفصل. عشان تكستند مسافه معينه محتاج تدخل لها كميه زيت معينه، هي دي كميه تمام. الزيت اللي احنا عايزينها. يعني السلندر دي هتكستند حته صغيره ستروك صغير وهتوقف. بعد كده بعد 5 ثواني هتكستند اكتر وبعدين توقف. بعد 5 ثواني بعد 15 ثانية هتبدأ تعمل ريتراكت، هترجع وبعدين توقف. تمام، بعد كده نسبة 15 ثانية وترجع تفرد تاني حتة صغيرة تحتاج كمية الزيت الصغيرة دي وهكذا. يعني السلندر ديت عمالة تتحرك سايكليك، بتتحرك سايكليك، بنستخدم ونفصل نستخدم ونفصل وهكذا. ماشي، يعني هي دلوقتي شغالة ان هي بتحرك حبه صغيرين في الاكسترود، في الاكسترود بعد كده تروح عامله اكسترود فول شوت وبعد كده تروح عامله ريتراكت، صح؟ بالظبط. مثلا ده يعني دي السايكل بتاعتها اصلا، دي السايكل بتاعتها راكبه على مكنه وبتدي الوظيفه دي. تمام، انا كنت فاكر ان هي مثلا ده تحضير او حاجه زي كده. لا ما عندناش التحضير، الاكسبريشن ده مش موجود عندنا. طب ما يعني لو هتبقى ده تمام، ده الريت. تمام خلاص ماشي، ما فهمت خلاص. تمام.
الابلكيشن التاني يا جماعه البامب انلودنج، وده احنا كنا صرحناه بالتفصيل لما جينا على الاكيوميليتور تشارجنج فالف، الصمام اللي بيشحن الاكيوميليتور. احنا قلنا ان البامب عندنا بتيجي تشتغل فتره معينه، السيستم لو كان محتاج ديماند فالبامب بتبدا تغذي السيستم، لو السيستم شوت داون او مش محتاج تبدا البامب تخزن زيت في الاكيوميليتور اندر بريشر. بعد ما يتخزن يبدا بعد كده البريشر سيرسور ده بيفتح والبايلوت اوبريتد تشيك فالف ده بيتحرك الى اسفل يزق التشيك دي، فيبدا البامب دي تعمل انلودنج، يعني بتبدا ترجع على التانك. فالبامب بتبقى شغاله اول ذا تايم ما بهلكهاش، ان والسيستم مينتين اندر بريشر، في بريشر موجود. وانس ان السيستم حب يشتغل بيبدا يسحب الاول من الاكيوميليتور، بعد كده بعد لما الحجم بتاعه بيوصل للمينيمم تبدا البامب تاني تضخ وهي اللي تبدا تغذي السيستم. وقلنا اكتر مثال تقدر تشوف فيه الموضوع دوت بالونه الميه بتاعه البيت. الفرق اللي احنا ما عندناش اكيوميليتور تشارجنج فالف، احنا بيبقى في عندنا كات اوت او عندنا بريشر سنسور شغال كهرباء، انه بيبدا البريشر سنسور ده يسنس البريشر جوه الاكيوميليتور، اول لما يوصل للماكسيمم يفصل الموتور خالص اللي مشغل البامب السنترفيوج البامب بتاعه البيت، عاملها ديسكونكت من الالكتريستي اللي واصله لها، فافصلها وريحها. تيجي انت فتحت الحنفيه بتاعتك فتبدا تستهلك من الميه الموجوده جوه الاكيوميليتور. طيب لو فضلت فاتح مكمل الحنفيه بتاعتك وعايز ديماند اكتر، الضغط بيبدا يقل في الاكيوميليتور، البريشر سنسور بيحس بيبدا يلقط كهرباء للموتور يشغل البامب، تبدا البامب تضخ للميه للسيستم بتاعك وتكمل استهلاكك في الميه. اول لما تقفل الحنفيه او تشت داون السيستم بتفضل بامب شغاله فتره انها بترجع تاني تشحن الاكيوميليتور، واول لما يوصل بريشر بيفصل وهكذا. فانا بعمل بامب انلودنج او بريح البامب بتاعتي. الابلكيشن اللي بعد كده ريديوسينج الريسبونس تايم للاكتويترز بليست ات لونج ديستانس فروم بامب. الاكزامبل ده بيستخدم في الريلوي او في محطه او في نظام السكه الحديد، انك عندك التحويلات بتاعه السكك الحديد في بعض الاحيان بيتم التحكم فيها هيدروليكالي، تتحكم فيها عن طريق هيدروليك، ما يبقى عندكش بقى السنجه وعندك عامل التحويله اللي بيحول الخطوط، لا بيبقى في عندي نوع هيدروليك سلندر تبدا تزق الريلوي تحرك المسار بتاعه، تنقل القطر من مسار الى مسار. في الحاله دي بتاعتنا بيبقى في عندنا المفروض ان في بامب، والبامب ديت في ترانسميشن لاين خط بيوصل لحد الهيدروليك سلندر اللي بتبدا تحرك الريلوي بتاعي. لو الخط ده طويل اطول من اللازم، في طول كبير، في الحاله ديت حضرتك الليكويد علشان يوصل هنا، هو طبعا هي الخرطوم مليان زيت، انما وانس اللي انت تبدا تحرك الدايركشنال كنترول فالف ده وعايز تخلي السلندر دي تتحرك عشان تحرك القطر بتاعك، لو مفيش اكيوميليتور بيبدا يحصل ديلي. يعني ايه ديلي؟ يعني انت تجيب الوضع ده مثلا الوضع 11 عشان السلندر دي تبدا تفرد، الزيت عقبال لما يتحرك في المسار الطويل دوت لما يجي من البامب ناخد وقت طويل قوي، فيحصل ديلي عندي. لا انا مش عاوز ديلي، انا عايز وانس ما انا احول الوضع بالسولونايد هنا على الدايركشن كنترول فالف يحصل ايميديتلي ريسبونس، انا عايز السلندر دي تفرد على طول. ففي الحاله دي بستخدم اكيوميليتور احطه جنب الدايركشن كنترول فالف، زي ما احنا عندنا كده، احنا عندنا في الاكزامبل ده في تو اكيوميليتورز اهو. التو اكيوميليتورز دولت هم في الحاله دولت هم اللي بيعملوا سبلاينج للسيستم بتاعي، هم اتشحنوا خلاص من البامب البعيده ومشحونين اندر بريشر، وونس اللي انت حركت الدايركشن كنترول فالف هتلاقي استجابه سريعه وفي الحال الى الهيدروليك سلندر. الابلكيشن اللي بعد كده مينتيننج كونستنت بريشر او كومبنسيتنج او كومبنسيشن ليكج لوسز. الاكزامبل اللي قدامنا ده لو احنا عايزين الهيدروليك سلندر دي في الوضع ده تبقى اول ذا تايم بتابلاي بريشر على السيرفيس او الورك بيس دي. لو انا جيت استخدمت الوضع ده، ادي ده وضع مقفول وعندنا نوت بايلوت اوبريتد تشيك فالف، احنا اتفقنا ان بيبقى الليكج تقريبا في نو ليكج، ما فيش اي تسريب، لكن ما فيش اي تسريب هنا من التشيك فالف ده، ده ميتال تو ميتال كونتاكت. انما حضرتك البيستون اللي بيتحرك دوت
وارد يبقى فيه تسريب ما بين الغرفة الفوق والغرفة اللي تحت. لو الغرفة الفوق ديت under pressure في ضغط فيها، والغرفة دي زي ما واضح في الاكزامبل اللي قدامنا دوت هتبقى رجع بالتانك، فأنا عندي ديت low pressure وده high pressure، فوارد يحصل تسريب. طب لما يبدأ يحصل تسريب يبقى الضغط ده هيبدأ يقل، أنا عايز لا يفضل constant pressure. في الحالة دي أقدر أستخدم نوت accumulator. الاكيوميليتور ده لو حصل اي تسريب داخلي جوه السلندر دي، الاكيوميليتور هنا يعوضه فيمنتين او يحافظ لي على ضغط كونستانت ثابت all the time في الغرفة دي. اي زيت يخرج من خلال السيلينج او من خلال الفواصل بتاعت البيستون ما بين الغرفتين دول، الاكيوميليتور يبدأ يعوض الزيت اللي هيخرج دوت، يعمله كومبانسيتنج، فتبدأ تحافظ على حجم الزيت ثابت في الغرفة دي، وبالتالي البريشر اللي بيأبلاي هنا يظل كونستنت. الابليكيشن اللي بعد كده الثيرمال كومبنسيشن. اللي مقصود بكلمه الثيرمال كومبنسيشن، لو تفتكروا حضراتكم الاكزامبل اللي احنا كنا اخذناه في الفلويد بروبرتيز بتاع الثيرمال اكسبانشن، اللي احنا قلنا ان ممكن العجل بتاع الطياره لو الطياره طالعه من مطار ودرجه الحراره فيه منخفضه شويه ورايحه بلد ثانيه درجه الحراره مرتفعه، فالزيت اللي محبوس جوه الهيدروليك سلندر ده اسمه trapped oil، ولو كانت الهيدروليك سلندر دي rigid فبيبدا يحصل expansion او بيتمدد. وكنا خدنا example وحسبنا قد ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض example تاني سريعا. عندنا ادي هيدروليك سيستم بالمنظر ده، وبنقول لك ان الاكستنشن بوزيشن للسلندر معموله looking hydraulically. يعني ايه looking hydraulically؟ يعني بعمل extension والوضع بتاع الدايركشن كنترول وضع ملالك يثبتها في وضع معين. حصل زياده في درجه الحراره 50 كلفن او 50 سليزيس ايا كان، تغير في درجه الحراره دلتا تي، والاويل ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت الزيت المستخدم هنا ده 6 في 10 اس ناقص 4 كي ماينس 1، والبالك مودلس بتاع الزيت 1.4 جيجا باسكال. زيادة الضغط في الحالة دي نقدر نحسبها من الإيكويشن بتاعت الدلتا بي بتساوي ألفا في بي دلتا تي، وإحنا خدنا الإثبات بتاع الإيكويشن دوت جبناه إزاي قبل كده. هنضرب الثيرمال إكسبانشن في البالك مودولس في التغير الحرارة الدلتا تي، يطلع لي إن مقدار الزيادة حوالي 420 بار. طبعاً 420 بار، يعني تتخيل الغرفة ديت الضغط زاد فيها فجأة 420 بار بالخرطوم ده. وارد طبعا ان يحصل ان السلندر ما تستحملش او الخرطوم ده يحصل فيه اكسبلوجن ما يستحملش. ففي الحاله دي عشان اخد الثيرمال اكسبانشن دوت اخد اعوضه، ممكن احط مثلا ريليف فالف. خد بالك ده ملوش علاقه بالريليف فالف ده، لا احط ريليف فالف في الحته دي ونظبط الريليف فالف ده على الماكسيمم بريشر بتاع السلندر، بحيث لما الضغط يزيد الزياده ديت الريليف يبدا يسرب الفلوريت الزياده نتيجه زياده في الحجم، حجم بيزيد الزيت بيزيد، فالضغط بيعلى الريليف يفتح يعدي الزيت الزياده ده الى التانك. يبقى ده حل. او الحل الثاني الشائع الاستخدام اللي انا بركب اكيوميليتور، اجي على اللاين ده احط اكيوميليتور، فاي زيت زياده عاوز يتوجد نتيجه الثيرمال اكسبانشن بيتمدد، الخط نوت يلاقي ليه مسار ان الزيت ده يتمدد ويبدا يدخل جوه الاكيوميليتور، فالزياده اللي في الضغط ديت اتجنبها ما تحصلش اصلا. يبقى بيستخدم الاكيوميليتور كمان از ثيرمال كومبنسيتور. الابلكيشن اللي بعد كده سموثنج للبريشر والفلو بالسيشن. لو تفتكروا يا جماعه كده احنا كنا اخذنا في الشابتر بتاع البامبس ان الحركه بتاعت الهيدروليك اليمنتس بتاع اللي جوه البامب سواء كانت بيستونز او جيرز او وات ايفر بتشتغل بسيمبل هارمونيك موشن. السيمبل هارمونيك موشن ده قلنا يعني بيحصل بالسيشن للفلو ريت وبيحصل بالسيشن للبريشر بتاعنا، ان بيبدا الفلو ريت يزيد ويقل يزيد ويقل. وقلنا ان الفلو ريت الرقم اللي احنا بنقوله او بنوصف بيه البامب بيبقى الافريج فلو ريت، لان هو ليه قيمه مينيمم وليه قيمه ماكسيمم. لو انا كان البالسيشن ده عامل لي مشكله في السيستم بتاعي، لا انا مش عايز البالسيشن ده يتوجد، مش عايز، لانه طبعا خد بالك البالسيشن ده يعني اب اند داون، يعني عاكس مثلا لو عندك هيدروليك سلندر انها هتتحرك سرعتها تبدا تزيد وتقل. ممكن يبقى بنتكلم على فكره في حاجه صغيره جدا، يعني فرق مثلا فاريشن هنا اهو ما بين المينيموم والماكسيموم. المينيموم ده مثلا دي سي لو الفلوريت 40 لتر بير مينيت،
ممكن يبقى المينيمم مثلا بتتكلم على 39.7 لتر بير مينت والماكسيمم 40 لتر بير مينت او 40.2 مثلا، فبناخد الافرج 40. فالفاريشن هنا ده الفرق نص لتر في الدقيقه، ده رقم صغير لكنه هينعكس بالتاكيد على البرفورمانس بتاع السيستم. لو كان هيفرق معانا الموضوع ده اقدر استخدم اكيوميليتور، احطه في الحاله دي الاكيوميليتور على اللاين بتاعنا بالمنظر ده، بحيث لما يبدا يحصل شورتج او يبدا الفلوريد يبدا يقل الاكيوميليتور يعوض الحاجه اللي هتقلها دي فيثبت الفلوريد، ولما يبدا الفلوريد يزيد الزياده دي تدخل جواه يتشحن بيها وهكذا. يبقى السايكليك اوبريشن اللي بالمنظر دوت نتيجه للبالسيشن بتاعت الهارمونيك موشن بتاعت السيستم بتاعي انا اقدر الغيها او اعملها اليمينيشن خالص باستخدام الاكيوميليتور. الاكيوميليتورز كمان بتستخدم از لود سسبنشن في ترانسبورتنج فيكلز، اللي احنا نقدر نستخدم الاكيوميليتورز في العفشه بتاعت العربيات، بدل ما احنا يبقى في عندنا شوك ابزوربر او في عندنا نوت مساعد، المساعد ده الكونستراكشن بتاعه او الديزاين بتاعه ليه بيرفورمانس او شكل معين، لا انا ممكن استخدم حاجه هيدروليك سلندر شبه الهيدروليك سلندر واحط هيدروليك اكيوميليتور، ويبقى الهيدروليك اكيوميليتور ده بيمينتين بريشر في السلندر ديت اول ذا تايم، وتبدا السلندر ديت تاكت او تتصرف كانها بالظبط دمبر، كانها مساعد. يبقى ده استخدام من ضمن الاستخدامات اللي احنا الاكيوميليتور نقدر نستخدمهم في السسبنشن او في نظام العفشه. ابسوربشن اوف هيدروليك شوكس، لو انت عندك ترانسميشن لاين طويل شويه وفي الاخر بتاعه فرضا في محبس او في صمام، لو احنا عملنا شوت اوف او قفلنا المحبس ده، الطبيعي انت عندك فلوريت ماشي في الاتجاه دوت وخارج من المحبس او الصمام رايح يدي وظيفه معينه. لو انت جيت قفلت الصمام دوت فجاه، فبالتالي الفلوريت اللي ماشي ده في المسافه الطويله بيلاقي السكه مره واحده اتقفلت قدامه. بتحصل ظاهره اسمها هيدروليك شوك، صدمه هيدروليكيه، ان الزيت اللي كان ماشي في الاتجاه ده وصادنلي او فجاه المسار اتقفل، فبيبدا يحصل موجه عكسيه جوه السيستم بتاعي، فيبدا الزيت يرتد بالعكس جوه السلندر او تيوب بتاعتنا. طبعا لما يبدا الزيت ده يرجع ممكن ياثر على الاليمنتس الثانيه اللي موجوده في السيستم بتاعي. لو انا مركب هيدروليك اكيوميليتور، ففي الحاله ديت التشوك اللي هتحصل الزيت اللي هيبدا يرجع ده الاكيوميليتور يمتص التشوك دي، يمتص الصدمه دي، وبعد كده يبدا واحده واحده يغذي السيستم بالراحه بالصدمه دي، فبالتالي اعمل اليمينيشن او بلغي الهيدروليك شوك دي. الابلكيشن اللي بعده الهيدروليك سبرينج في الكار سسبنشن. العربيات الفرنساوي تحديدا مثلا شركه سيترون، الموديلات القديمه كمان بكلمك على موديلات الستينات، كانوا بيحبوا يعملوا الموضوع دوت اللي هو ما بيحطش سبرينج، ما بيحطش سوسته في العربيه، انما بيستعيد عن السوسته اللي هو بيحط جاز شارجد اكيوميليتور، اكيوميليتور ويكون مشحون بالهواء هو اللي اكت، او هو اللي يكون وضعه وظيفته اكت از سبرينج كسوسته. طبعا بجوار الدامبر بيبقى في عندنا دامبر موجود. نيجي بقى للمعادلات بتاعت الاكيوميليتور. اول معادله عندنا عشان نحسب الفوليومتريك كاباسيتي بتاعت الاكيوميليتور. الاكيوميليتور زي ما انت شايف كده اهوت، عندنا نوت ده الانيشال بوزيشن بي نوت في نوت، وعندنا ده البوزيشن اللي عنده المينيمم بريشر بي 1 بيكون فيه فوليوم في 1، وده الماكسيمم بوزيشن عندنا بيبقى فيه البريشر بي 2 والفوليوم بتاع الغاز ان 2 في 2. طب الغاز نوت ان 2 او نيتروجين ليه يا جماعه؟ انا بيبقى في عندي خطوره في الجاز تشارجد اكيوميليتور، لو انت هتستخدم جاز تشارجد اللي هو مشحون بالغاز، لو انت استخدمت هواء عادي بيبقى فيه اكسجين، الاكسجين دوت بيبقى اندر بريشر تحت ضغط، ممكن يحصل تسريب بصوره او ما، يحصل فيلير في الاكيوميليتور دوت، تحصل فيه مشكله، يحصل تسريب من الهواء ده يبدا يخش على الزيت، والزيت ده ممكن يكون مينرال اويل وليه ضغط عالي، والهواء اللي فيه اكسجين فيه ضغط عالي ممكن يحصل لنا اكسبلوجن، يحصل لنا انفجار. او لو حصل اي حراره، كان في مصدر حراره قريبه من السيستم ده، ممكن يبدا يحصل فايرنج، يحصل اشتعال،
فبالتالي احنا عشان نتجنب دوت بنستخدم النيتروجين. النيتروجين في الحالة بتاعتنا دي مور سيف، بيكون أأمن شوية. طيب علشان نحسب البريشر بتاعنا او الفوليومتريك كاباسيتي بتاعت الاكيوميليتور، لازم تعرف ان الاكيوميليتور بيشتغل ما بين تو بريشر ليفلز، مينيمم بريشر ليفل اللي هو البي 1 والماكسيمم بريشر ليفل اللي هو البي 2. الفوليومتريك كاباسيتي بتاعت الاكيوميليتور بنسميها في اي، هي الفوليوم اوف اويل ديليفرد من والى الاكيوميليتور عند بريشر بي معين، اذا كان السيستم بتاعي بيشتغل من البريشر بي 1 الى البريشر بي 2، يبقى انا لازم السيستم بتاعي اعرف المينيموم والماكسيمم بريشر بتاعه قد ايه. في خلال بقى لما يتوجد بريشر معين بي جوه السيستم هنا من قيمته من بي 1 الى بي 2، بيبدا كميه من السائل يا اما تدخل جوه الاكيوميليتور يا اما تخرج منه. طبعا according to the thermodynamics law واللو اوف جازز، انت عارف ان البي نوت في نوت باور ان بتساوي البي 1 في 1 باور ان، بي 2 في 2 باور ان، الكلام ده المفروض يكون كونستانت. يعني معنى كده ان الفوليومتريك كاباسيتي بتاعت الاكيوميليتور الفي اي هتبقى في نوت في بي نوت على بي 1 باور 1 على ان ماينس بي نوت على بي 2 باور 1 على ان، لاي بوليتروبيك بروسيس يعني البي في ان بتساوي كونستانت. اما للايزو thermal process فبتبقى ال VA بتساوي V نوت في P نوت على P1 minus P نوت على P2 لو كان عندي ال process بتاعتنا isothermal، يعني ما فيش تغير في درجة الحرارة. في الغالب ال P نوت بتبقى القيمة بتاعتها من 0.7 ل 0.9 P1، فاحنا نقدر نقول ان ال VA هتساوي V نوت في 1 minus P نوت على P2 power 1 على N. الابستون تايب اكيوميليتور في الجاز تشارجد ده الشكل بتاعه، بيتكون من سيلندر بارل جسم الاسطوانه نفسها بتاعه الاكيوميليتور، وعندنا بيستون مع الكفر النهايه بتاعه الاكيوميليتور، وعندنا فوق تاني كفر تاني، الكفر اللي فوق ده بيبقى فيه الفتحه اللي بشحن منها الغاز، اللون الاصفر ده الغاز واللون الاحمر دوت الزيت الاندر بريشر، والفتحه اللي في الكفر اللي تحتاني دي اللي بتبقى واصله بالسيستم بتاعي. طبعا ده عباره عن الفلويد بتاعنا، ده الجاز تشارجنج بورت. يبقى ده الكونستراكشن او الشكل بتاع البيستون تايب اكيوميليتور. اما البلادر تايب اكيوميليتور ده شكل الكونستراكشن بتاعه زي ما انت شايف، ده حجمه بيبقى في عندنا هنا اهوت في فالف، وفي عندنا هنا اهوت في كاب. الكاب ديت لما نفتحها تلاقي عندنا فالف، جاز فالف، ده اللي عن طريقه بنملى الغاز ل البالونه دي، فتبدا البالونه تبقى مفروده على السطح بالكامل. لما يبدا يشتغل البلادر تايب اكيوميليتور بيشتغل بالمنظر اللي حضرتك قدامه ده، بيبقى حضرتك شحنته بيتملي بالغاز، بيبقى مفروض ياخد الحجم الداخلي للاكيوميليتور، ويبدا لو في اكسس فلوريد او فلوريد زياده يدخل جوه فيضغط البلادر بالمنظر اللي بيحصل فيه لما ينقبض بالشكل اللي انت شايفه ده. اما لما يبدا السيستم فيه ديماند او محتاج، فيبدا نتيجه ان البلادر او البالونه ديت اندر بريشر تضغط على الزيت فيبدا يخرج من السيستم بتاعنا. وطبعا انا عندي نوت البروتكشن فالف اللي تحت، البروتكشن سيت ده بيحمي ان البالونه دي ما تخرجش وتخش على الصمام ده وتبدا تحتك بالاحرف الحاده دي وتتخرم، فده بيحمي نوت بيقفل المسار عشان البلادر دي ما تخرجش بره الجسم بتاع الاكيوميليتور نفسه. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لنا ده شكل البلادر جوه، ده لما بدأنا مليناها بالهواء بقت مضغوطة خالص، وادي السيت اهوت ركز لتحت ومضغوط، هنا الزيت ابتدى يدخل، البلادر اتضغط، هنا السيستم ابتدى محتاج فالزيت ابتدى يخرج من السيستم والبلادر ابتدت تفرد تاني وترجع تعمل ريستنج او ترتاح على الهاوسنج بتاع الاكيوميليتور. الدافجرام تايب بتاع الاكيوميليتور بيتكون من جاز تشارجنج بورت، احنا بنملى من فوق نوت زي ما انت شايف، و بريشر فيسل، بريشر فيسل ديت بيبقى فيه من عندنا نوعين، يا اما ويلدد ملحومه بالشكل ده، يا اما مقفوله بالمنظر ونقدر نفكها ونفتحها لو حبينا عشان نغير الديفجرام اللي موجود جوه، وده الديفجرام نفسه، ونوت ده الفالف ديسك اللي في الاخر، وده الفلويد بورت المسار اللي بيبدا يخرج منه الزيت بتاعنا. كده احنا خلصنا
الاكيوميليتورز. حد ليه اي سؤال فيما يخص الاكيوميليتورز يا جماعه؟ دكتور لو سمحت انا بس عايز اعرف هو الديسك اللي بيبقى تحت لما البالونه تتنفخ وبيحميها ان هي ما تحطش فيها ديت، هي دي مش كده لو البالونه اتنفخت وقفلتها كده الزيت المفروض مش هيعدي ولا بيبقى في مسارات تانية يمشي فيها؟ انت قصدك الجزء اللي تحت دوت؟ اه تمام. انت عاوز اللي بتتكلم معلش سؤالك بتقول لو احنا لجيناه يعني ولا لو احنا ايه؟ مش فاهم. لا لو هي البالونه اتنفخ مش المفروض ده تتقفل لتحت وكده الزيت ايوه ماشي، بس خد بالك البالونه دي كاوتش مطاط، ما انا الوضع اللي قدامك دي هي فعلا هي قفلت لتحت وكل حاجه، انما حضرتك مجرد ده زي تشيك فالف، ده زي صمام عدم رجوع، مجرد حضرتك ما الزيت يبدا يدخل هنا هيدوس على السيرفس او السطح بتاع السيت ده يزقه لفوق، اول لما يزقه لفوق الزيت يبدا ينساب ويخش جوه يضغط على البالونه ويصغر حجمها، وعندك كمان في سبرينج بيساعد معانا انها تطلع لفوق. وهو خارج بقى الزيت وهو خارج؟ مش كده المفروض بقى البتاع ده تقفل، البوبي ده تقفل، مش هتعدي. هتقفل فعلا، بس هتقفل امتى؟ لما توصل للضغط البي 2 اللي احنا لسه قايلين عليه هنا ده، لما توصل للضغط بي 1. اول لما توصل للضغط بي 1 هتقفل. انما طول ما الضغط عالي مش هتقفل، هتفضل فاتحه. تمام. هو كده الاكيوميليترز لها يعني احجام كبيره بحيث لو عندي سيستم كبير يقدر يعوض لي الفلوس. طبعا. ثانيه واحده. ده في منها احجام بتبقى ممكن تاخد اوضه كامله. هو الصوت قفل؟ لا انا بس بجيب لكم صوره الاكيميليتور ضخم شويه. طب هو انا عندي برضو سؤال. حاضر لحظه واحده بس، حالا افتح بس الصور ديت واوريها لكم. ثانيه واحده يا شباب. بص يا باشمهندس، ده مثلا مجموعه اهوت، دي عباره عن ايه؟ ستيشن او محطه لمجموعه من الاكيوميليتورز كمان. شايف الحجم بتاعها؟ الحجم بتاعها دوت الى حد ما ضخم. ده برضو اكيوميليتور. بص دوت كومبيرنج للفالفز، مش زي الاكيوميليتور اللي انا وريته لك الاشكال الصغيره المدوره دي، لا ده الحجم الى حد ما احجامها بتكون ضخمه. هو طبعا ده اكتر مثال شويه واضح فيه حجم الاكيوميليتورز الضخمه، وفي احجام كمان بتكون اكبر من كده. وفي العرض بتاع الاكيوميليتور او القطر بتاعه ممكن يكون اكبر من كده. هي ليها اشكال كتير.